الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع تلفزيون الحياه. النهارده السبت ان شاء الله، سبت النور على المصريين كلهم، وسبت النور دايما يا رب على حبايبنا واخواتنا المسيحيين. النهارده بقى هنعمل لهم حاجات عشان يفطروا بها الصبح، يعني بكره اخر يوم في الصيام يفطروا بالفته، لان حد حلفني لازم اعمل لهم فته، وكمان هعمل لهم نوع من السبرينج رول اول مره يتعمل، سبرينج رول بالبسطرمة. تعالوا نشوف مع بعض السبرينج رول بالبسطرمة. اهداء لعم عصام، لانه عم عصام بص كده استغرب على البسطرمة. تعالوا نشوف ايه مقاديره. اسهل مما ينبغي او اسهل مما يمكن، باكت او علبة او مغلف من عجينة السبرينج رول، ده موجود في الاسواق. لو مفيش ممكن نستعمله بجلاش، نجيب ورقتين من الجلاش نحطهم على بعض ونقطعهم من النص، وناخد الاثنين على بعض هنا والاثنين على بعض هنا، ونلفهم يبقوا سبرينج رولز، ما فيش مشكله. لكن لو في عجينه زي دي بتاعت السبرينج تبقى كويسه قوي. عندنا كمان ربع كيلو من البسطرمه مخليه من الثوم، ربع كيلو من البسطرمه، وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا المبشوره، وكوبايه من الجبنه الجوده او الشيدر المبشوره، وزيت للقليه. في اسهل من كده؟ لا طبعا. شكرا. تعالوا نقول بقى المقادير تاني. عندي باكت من السبرينج رول العجينه، وعندي ربع كيلو من البسطرمه، وكوبايه من الجبنه الشيدر مع الجبنه الرومي قلبناهم على بعض، وزيت للتحمير. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هناخد العجينه اهي بتاعت السبرينج رولز، وزي ما قلنا لو في العجينه دي يبقى كويس، ما فيش العجينه دي تبقى واحقاقا للحق عشان بس ما نضيعش حق احد. السبرينج رولز ده انا اكلته في مطعم لبناني رائع بصراحه، في اول ما اكلته قلت لازم اعمله لكم. فناديت للشيف سلمت عليه وقلت له من فضلك ده ايه الخليط اللي جواه ده؟ قال لي كذا وكذا، انا عارف ان فوق بسطرمه، لكن قال لي خليط الجبنه يعني. هم طبعا بيحطوا جبنه حلوم، بيحطوا جبن لبناني، بس يعني انا قلت اغير طعم الجبنه عشان يبقى فيها نكهه مختلفه شويه. فانا ما بعرفش اكذب، ودايما اقول لكم على الحقيقه، وما اعرفش اقول ان دي اختراع ولا بتاعنا. تعالوا مع بعض بقى نشوف بعد ما عملنا عجينه السبرنج بنفردها اهي بزاويه. ملاحظين معايا يا مجدي اهو؟ الله يكرمك، شايفين؟ الله ينور يا مجدي، صباح الفل. الحمد لله، هو كده، هو ده، هو ده مجدي بتاع الخمس سنين فاتت. ايه ربع، ربع كيلو؟ لا تمني دي هناك في عند بتاع السوبر ماركت اهو. طبعا السبرينج رولز اللي هي فطائر الربيع، لكن دي ممكن تكون فطائر الجبنه والبسطرمه، فطائر الربيع واطلق عليها هذا الاسم لان بيبقى فيها كميه من الخضروات كتير جدا. صح يا عم عصام؟ فعشان كده بيقولوا عليها فطائر الربيع. يا استاذ، يا استاذ مجدي، يعني ده بعض ما عندكم، ربنا يخليك. يعني احنا اتمنى من كل المصريين ان هم يتمسكوا باللغه العربيه، يعني زي ما بنعلم اولادنا الانجليزي كده ومبادئه، والفرنساوي ومبادئه، نتعلم اللغه العربيه الصح ونطقها الصح، لان دي اصل يعني اصل العرب. بعد ما خدنا كميه من السبرنج، مش هنكتر دلوقتي غير ما نخلص شويه دول، هناخد قطعه من البسطرمه اهي نحطها كده، وقطعه تاني، وواحده ثالثه، وواحده رابعه. مش هنضيف لا ملح ولا فلفل، الجبنه الموتزاريلا اصلا بتبقى ما فيهاش ملح كتير، والجبنه الجوده او الشيدر برضو ما فيهاش ملح كتير، عشان كده احنا عايزين ما نحطش ملح كتير، لان البسطرمه فيها نسبه ملح عاليه. ناخد كده اهو، واحده هنا، واحده هنا، سلام، واحده هنا، واخر واحده اهي. وهنيجي بقى نحط بقى ايه الجبنه بتاعتنا، الخليط من الجبنه اهو، كميه ما تخافوش، كمية كبيرة اهو اهو اهو. بعد ما نحط كمية من الجبنة، شايفين المنظر؟ الله ينور يا فطومة اهو. الف سلام عليك يا فاطمة. كده ناخد مع بعض الخليط ده كده، شايفين؟ مفيش اسهل من كده، يعني شوية حاجات كده بسيطة، بس عايز اقول لكم لو جربتوه هتاكلوا طعم مختلف، وخصوصا طبعا اعياد شم النسيم واعياد حبايبنا المسيحيين، طبعا بيعملوا كلهم عزومات، فيتقدم ده من انواع المقبلات اللي بتتقدم في العزومات دي. هنقفل كده السبرينج بالراحه خالص،
اهو بعد ما قفلتها كده هنجيب معلقه دي مع معلقه ميه ونحطها كده وندهن دهان بسيط ونلفها تبقى معايا كده السبرينج رولز. هنشيله بالراحه كده ونركنه على جنب ونجيب الثانيه اهو. الله ينور عليك يا ماجده، الله يكرمك يا رب. يا مدام صباح. نعم. الو الو، اهلا بحضرتك. الو. ايوه. ازيك يا شيف يوسف؟ الحمد لله رب العالمين. ازاي صحتك يا شيف يوسف؟ الله يخليك يا رب. والله العظيم انا عايزه طريقه عمل كيكه الشوكولاته. ايوه. واشكرك قوي قوي يا شيف يوسف. ربنا يخليك. الحاجات اللي انت بتعملها لنا. اشكرك، ربنا يخليك، تحت امرك ان شاء الله. هقول لك على كيك الشوكولاته. تعالوا بقى نكمل. كل العجينه كده اهو اهو، ونلف كده شايفين. نضغط، ما تخافوش بقى لان دي ما فيهاش سائل هيخلي العجينه تتقطع معايا. اما بقفلها كده اهو، حط النص يعني في معلقه دقيق مع معلقه ميه، تقفلها خالص بالشكل ده ونكمل العمليه. شايفين انا هوريكم اخر واحده اهو معايا عشان خاطر اهو. بنبدا نقفلها كده من ناحيه بالزاويه، ونقفل الزاويه دي كده، ونقفل الزاويه دي كده، ونضغط نلف، ما تخافوش اهو اهو. شايفين اللفه؟ بعد ما لفتها كده اخر حاجه بجيب زي ما قلنا نقطه الدي مع الميه، اقفل بيها خلاص كده. الله ينور. هنستاذنكم في فاصل سريع. كل اللي هنعمله ان انا هنزله في الزيت يتحمر، ما تخافوش الجبنه مش هتطلع لان انا قافلها قفله محكمه. بعد الفاصل هنوريكم شكل السبرينج رولز بتاعنا عامل ازاي، وكمان هنعمل لكم فته ولكن بالريش او ببيت الكلاوي. خليكم معانا لبعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الكتاكيت والبيض والحاجات الموجوده معانا دي، عايز مجدي يوريكم بس الحاجات الجميله، البريوش والبيض والشوكولاته والحاجات الموجوده والديكوريشن الجميل ده والحاجات الرائعه اللي عملها لنا شيف حسن كمان، ربنا يديله الصحه. معانا موجوده اهي. تعالوا مع بعض نشوف الفته. طبعا حبايبنا كلهم النهارده او بكره تقريبا هيفطروا بكره، فعشان كده هنعمل لهم فته، لان انا حد حلفني عزيز عليا قال لي لازم تعمل لنا فته. مقادير الفته انا عاملها باللحمه البتلو او بالبيت الكلاوي. بيت الكلاوي لان انا سالت قريب قوي على الموضوع ده، اما كان حد سالني تقريبا على التي بونز او الحاجات المصطلحات الاجنبيه. بيت الكلاوي هو التي بونز. بيت الكلاوي هو التي بونز، سواء كان في اللحمه الكندوز او في اللحمه البتلو. تعالوا مع بعض نشوف. عندي كيلو لحمه من بيت الكلاوي سلقناه في بصل وجزر وكرفس، ومفيش طماطم يا ياسر، لا جزر وبصل وكرفس وورق لورو وشويه من الزعتر والحاجات دي يعني المنكهات، ورق الحاجات اللي هي بنسميها بوكي جارنيه، جزر وبصل وكرفس وورق لورو وشويه حبهان، حاجات تدي نكهات جوه الشوربه بتاعتنا. بعد ما سلقناها عندي كمان نص كيلو من الرز المسلوق، نص كيلو من الرز المسلوق، وعندنا 3 4 ترغيفه عيش بلدي محمص في السمنه عشان الاكل بقى. طبعا الصيام على مدار 55 يوم بيخلي الناس طبعا متشوقه ان هي تاكل، فالنهارده بياكلوا سمنه. وعندي كوبايه كمان من السمنه و7 فصوص ثوم ونص كيلو من عصير الطماطم وربع كوبايه خل. هقول تاني المقادير عشان تعملوا فته طعمها حلو قوي وتعجبكم. عندنا كيلو من اللحمه بيت الكلاوي مسلوقه في ميه فيها البوكي جرنيه بتاعنا، البصل والجزر والكرفس وورق اللورو وشويه من الحبهان، وبعدين عندنا نص كيلو من الرز المسلوق اهو عشان الوقت سلقناه، بس رز ابيض عادي. وعندي كمان 3 أو 4 ترغيفه من العيش البلدي المتحمص في السمنه او متحمر في السمنه. عندنا نص كيلو من عصير الطماطم و7 فصوص ثوم وكوبايه من السمنه، واخر حاجه عندي هنا ربع كوبايه من الخل. اول حاجه تعالوا كده يا احمد، هات ماسك من فضلك وطبق ونروح نطلع اللحمه ونوريكم كمان اهي لسه بتغلي كمان، انا حاططها على النار يعني استوت معانا جامد اهي. ادي اللحمه شايفين، هات طبق يا احمد وهوريكم دلوقتي البوكي جرنيه بتاعنا. ادي اللحمه بتاعتي البيت الكلاوي او زي ما قلت لكم اسمها التي بونز. اهو
هو احنا طبعا ممكن نسلقها على الهواء، بس طبعا احنا عشان الوقت دايما بيسرقنا فقلت نسلقها قبل الهواء. ادي اللحمه اهي، وعندي الخليط اللي انا قلت اهو، الجزر والبصل والكرفس وورق اللورو والحاجات اهي. مين معانا؟ يا مدام سميه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا سيد؟ اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. تسلم ايد حضرتك والله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يعزك. بقول لحضرتك انا عايز اعرف طريقه بلح الشام. ايوه. وعايزه اشوف التورتيه اللي انتوا عملتوها امبارح. حاضر هقول لك عملناها ازاي. نشوفها ولا عايزه تعرفي معاديرها؟ لا انا عايزه اشوفها تتعمل. ما هي عشان الوقت بس ما نقدرش نعمل تورتايه بحجم 150 سنتي في حوالي 90 سنتي على الهواء، تاخد عايزه لها ساعتين ثلاثه عشان فيها تركيبات وفيها، لكن هي كانت هقول لك مقاديرها وحشيناها ازاي وجلسناها ازاي. تحت امرك، بشكرك على اتصالك. تعالوا بقى ناخد معانا اللحمه بتاعتنا كده ونديها شويه ملح ونديها شويه فلفل ونشوف هنعمل ايه بالراحه. اهو شايفين اللحمه، شويه ملح وشويه فلفل وفص ثوم من المفروم ده اهو. وبعدين نروح ناخد بقى معلقتين او ثلاثه من السمنه عشان نحمر اللحمه في السمنه اهو. وقلنا انا عامل كوبايه سمنه، كوبايه سمنه، لان طبعا اخواننا المسيحيين النهارده بقالهم 55 يوم ما بياكلوش حاجات فيها روح، فعشان كده هم متشوقين ان ياكلوا حاجات زي دي، فما فيش مشكله اما ياكلوا النهارده، ولكن احنا بقى لو احنا هنعملها احنا نخفف السمنه ما فيش مشكله عشان خاطر ما تقولوش ان ايه دسمه شويه. تعالوا معانا نحطها كده اهو عشان نحمرها. انا حاطط لها فص ثوم عشان تاخد نكهه جواها. وبعدين هنعمل ايه؟ هناخد بعد كده بقيه فصوص الثوم نحطها في بقيه كميه السمنه. هات يا هات يا، هنخلي معلقه بس هقول لكم ليه دلوقتي اهو. ده هنا السمنه اهي، وعندي زي ما قلت اللحمه برضو عندي بتتقلب اهي، بتتحمر في سمنه، يعني ايه علشان خاطر تبقى اكله فطاري فطاري بقى. وبعدين هناخد اول ما السمنه تقدح معايا هنزل عليها بفصوص الثوم واطفيها بالخل واديها عصير الطماطم بتاعي واسيبها تتسبك. لو انتوا عايزين تعملوها فته من غير صلصه طماطم هتحطوا السمنه تقدح، حطوا عليها الثوم، اطفيها بالخل فقط، اديها شويه ملح وفلفل، هتبقى عندي فته بس ما فيهاش صوص طماطم احمر. هقول تاني، لو احنا عايزينها تبقى ما فيهاش صوص طماطم مش هنضيف عليها الطماطم بتاعتنا. السمنه بتقدح اهي، هنحط الثوم شايفين، وطبعا مش هنحمر الثوم ده يعني نحرقه، لا يا دوب هيبدا يدبل معايا كده عشان ريحه الثوم بقى في الطشه دي اللي مغرقه او ماليه الاستوديو. يا ايه. الو. اهلا بيكي يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بحبك قوي والله. ربنا يخليكي يا ايه، ربنا يعزك يا حبيبتي. اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال عن المكرونه البشاميل. حاضر من عينيا. حاجه تانية يا ايه؟ او الكيك كمان. والكيك حاضر من عينيا. بشكرك يا ايه على اتصالك. شايفين التوم بدا يصفر، هنطفيه بالخل. جميل. واول ما يتشرب معايا الخل مع التوم هنضيف عليه عصير الطماطم، بس هندي شويه ملح هنا وشويه فلفل. هقول لكم تاني، انا بعد ما حطيت الخل لازم الخل يتشرب معايا بقى شويه قبل ما اضيف له الطماطم بتاعتي ونعمل مع بعض الفته. يبقى هنقلب كده بقى، شايفين اللحمه؟ الله الله يا مدام جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير، طول ما انتم بخير. الله يكرمك، انا زعلانه منك جدا. ليه يا فندم بس؟ جدا، انا اتصلت بحضرتك قبل كده وكنت اول مره اتصل بحضرتك. تحت امرك. الامر لله، وطلبت من حضرتك شاورما المشروم وبسكوت الجبنه وحضرتك ولا قلت لي اي حاجه.
ولا نويت على اي حضرتك حاجة. طيب حضرتك مع العلم معلش شوفي مع العلم ان انا من الناس اللي بيعزوك جدا ربنا يخليك ليا وبحب لي. اشوف برنامج دايما ابقى اعداله كده ومش عارفه بصراحه يعني طيب اولا إيه. اولا انا اعتذار مني لحضرتك على الهواء قدام ملايين المشاهدين اولا ثانيا انا عارف ان حضرتك قلبك كبير وعارف ان مشاهدينا قلبهم كبير وبيسامحونا ولكن عذرا بعتذر نيابه عني وعن الشيف حسن وعن الشيف محمد فوزي ان احنا وقتنا محدود في عندنا وقت بطلع فيه ثلاث اطباق وباخد اسئله في الاخر خالص انا بجمع الاسئله والله غصب عني ان انا ممكن الوقت ما يسعفنيش اجاوب على السؤال فعذرا ولكن انا لما بلاقي اسئله بجمع الورق واحمد بياخدها يشوف مثلا اتسال على السؤال ده كذا مره نجمعه ونعمله عملي بس سامحونا الوقت دايما بيسرقنا وانا والله اتمنى ان انا اجاوب على كل اسئلتكم دايما ان شاء الله. عصير الطماطم وهنسيب كل ده يغلي ويتسبك مع بعضه. اقول لكم تاني حطينا السمنه حطيت عليها بعد ما حطيت السمنه كده حطيت عليها الثوم بدا يدبل نزلت عليها بالخل طفيته اديته شويه ملح وفلفل واخيرا عصير الطماطم وبعدين هنغطي ونسيبه يتسبك شويه او يغلي مع بعضه شويه واللحمه بدات تتحمر عندي اهي. على بال ما نستأذنكم في فاصل سريع كل اللي انا هعمله ان انا هاخد العيش بتاعنا ده اشوحه مع فصين ثوم تانيين في معلقه الزبده اللي انا مخليها واحطه في الطبق وبعد كده نسقيه بالشوربه والرز وبعد كده نقدم معانا الفته بتاعتنا ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد ادي الصلصه بتاعتنا بتاعت صوص الطماطم وجنبها العيش بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين العيش اهو هناخده كده ونروح على البوله دي بعد ما حطينا له زي ما قلنا المعلقه السمنه اللي كانت موجوده معانا وشوحناها في معلقه في فص ثوم وبعدين هنسقيه بالشوربه اهي الشوربه بتاعتنا اللي احنا سلقنا فيها شايفين حط كده كذا كبشه هات لي مقصوصه يا احمد من فضلك يا محمود ايوه ازيك يا محمود الحمد لله اتفضل يا حبيبي سامعك انا بحب حضرتك قوي كده والله وانا كمان يا محمود ربنا يخليك ليا اتفضل انا كنت عايز اطلب الطرط العادي وطرط الكنافه حاضر طرط العادي احنا كنا عاملين طرط كنافه قريب قوي الاسبوع اللي فات هقول لك عليه حاضر والطرط العادي من عينيا وجالنا سؤال عن الطرط العادي اللي احنا كنا عاملينه امبارح نفس التكنيك بس طبعا حجمه يختلف في الصغير والكبير تعالوا مع بعض بعد ما خلصنا كده هنروح فين انا جبت بوله مربعه حطيت فيها الرز تحت وبعدين العيش شايفين العيش بعد ما اتشرب اهو شايفين اتشرب بكميه الشوربه بتاعتنا هنحط العيش اهو يا استاذه دعاء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا كابتن اهلا بيكي انا حضرتك طيب وحضرتك طيبه لو سمحتي يا كابتن كنت عاوزه طريقه لحم النعام لحم النعام حاضر هقول لك على حاجه هو لحم النعام نفس درجه تسويه اللحم الكندوز يعني ايه يعني مثلا الفيليه ممكن يتعمل بدل الفيليه اللي هو بالمشروم او بالحاجات باي صوص هو نفس لحم النعام بس المعلومه اللي احنا لازم نعرفها لكل مشاهدينا ان لحم النعام بيبقى في الورك بس الصدر ما فيهوش لحم يعني يعتبر ما فيهوش لحم لكن الورك هو اللي بيتاخد منه بقى القطع دي يتقطع منها ويتعمل منها الفيليه يتعمل منها حاجات كده بنفس طريقه كل اللحمه اللي بتلو ما بنعملها مثلا بكاتا او الفيليب وابر او اي نوع الفيليه هنقلب دي كده شايفين بعد ما قلبنا كده المنظر ده هنرفع بالراحه اهو والعيش اهو تحت زي ما قلنا او الخبز بتاعنا البلدي فته مصري 100% وهناخد كبشه او مقصوصه يا احمد من فضلك ونحط الصوص بتاعنا كده
كده شايفين الهنا والشفا بقى، فتة زي الكتاب ما بيقول. وطبعا زي ما بنقول بقى عايزين نحلي، هنحلي برضو باكل يعني فيه زبده وفيه حاجات حلوه تعجبكم ان شاء الله. هناخد بقى، تعالى اتفضل معانا، حقك محفوظ يا حبيبي اهو. انا اخد بقى قطع اللحمه كده اهي في الحتت بتاعه الرز الفاضيه دي، ناخد الثانيه كده وناخد الثالثه. يا مدام هناء، ايوه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك كتير. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيف، انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. كنت حضرتك عامل من زمان عجينه، ايوه، حشيها رشش فيها قرفه وزبيب وسكر، كان اسمها ايه لو تفتكري لي؟ كان اسمها يعني باجنبي كده، انا مش فاكراها. السنابون؟ مش فاكره. طب ما هو لو عرفتلي هقول لك عليها والله. بس طبعا اللي بياخد العجينه اللي بتاخد زبيب وبتاخد حاجات دي ممكن تكون سنابون او تكون هي. حضرتك كان فيها بيض ولبن متدوب فيه خميره وعملت لها زي أتمنى من حضرتك تعرفي لي اسمها وانا اقول لك عليها، وانا هحاول اعرفها لك. حاضر، من عينيا، وانا اسف وبعتذر لحضرتك، بس هحاول اعرف هي ايه. بشكرك على اتصالك. عندنا كذا اسئله، بس تعالوا نشوف الحلو بتاعنا سريعا. الحلو بتاعنا النهارده هو الفراوله جراتان. فراوله جراتان عباره عن من نص كيلو لكيلو الا ربع من الفراوله متقطعه انصاص، وعندنا الخليط اللي هو بتاع زبده اللوز اللي ممكن يبقى مع الفراوله جراتان، مع البلح جراتان، مع التفاح جراتان، زي ما انتم عايزين مفيش مشكله. ولكن الاساس عباره عن كوبايه سكر، وعندنا كوبايه من اللوز المفروم، وكمان ثلاث ارباع كوبايه زبده، وعدد اثنين بيضه سليم، ورشه فانيليا، وكمان عندنا ثلاث معالق من الدقيق. هقول تاني، مقادير الحشو او الخليط بتاعنا بتاع اللوز هو عباره عن كوبايه سكر، ثلاث ارباع كوبايه زبده، كوبايه لوز مفروم، ورشه فانيليا، وعدد اثنين بيض، وثلاث معالق دقيق. هنضرب دول مع بعض في الخلاط. اما السافايون اللي هيبقى على الوش هو عباره عن اثنين صفار بيض وبشر برتقانه ونص كوبايه سكر ونص كوبايه عصير برتقان، وهنقدمه مع الايس كريم. هقول تاني، السافايون اللي هيبقى على الوش هو عباره عن نص كوبايه سكر ونص كوبايه عصير ليمون واثنين صفار بيضه وبشر برتقانه ونص كوبايه عصير برتقان، انا اسف، نص كوبايه عصير برتقان، هي مكتوبه غلط. وكمان عندنا هنقدمه مع ايس كريم. تعالوا مع بعض نعمل الخليط بتاع الحشوه اللي تحت الاول. هو عباره زي ما قلنا عن السكر، كوبايه السكر اهي، وهنحط عليها ثلاث ارباع كوبايه الزبده. جميل، هنخفقهم مع بعض شويه. بعد ما هنخفقهم مع بعض هنضيف عليهم بقيه المقادير اهو. هنحط عليهم بقى اللوز المبشور او الناعم، كوبايه كامله يعني حوالي 200 جرام من طحين اللوز او اللوز المتحمص والمبشور اهو، ونخلط مع بعضه. بعدين نقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق اهو، ونخلط برضو الخليط ده. واخيرا هنضيف الفانيليا، وهنضيف البيض، ونضيف الدقيق. هات لي بوله يا حبيبي. يا ام يوسف، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. شوف لو سمحت، كنت حضرتك الاسبوع اللي فات عملت مافن. ايوه يا فندم. كنت بس عايزه اسال، كان في زبده ولا ما كانش في زبده؟ اكيد كان فيه. هقول لحضرتك، حاضر عليه على مقاديره كامله ان شاء الله. المافن بتاع الاسبوع اللي فات اللي كان بالشوكولاته، هناخد كده اهو اخر حاجه ضفناها البيت، شايفين؟ واخيرا هنرفع كل الخليط ده نحطه فين؟ في البوله، ونضيف له الدقيق. وهقول لكم بنعمل ايه مع بعض، يعني اهو شايفين الخليط ده عامل ازاي؟ اهو وقوامه ده لوحده لما يستوي هيبقى حاجه كده تعجبكم ان شاء الله. هنضيف ثلاث معالق الدقيق ونقلبه مع بعضه
انا ما رضيتش احطه جوه الكبه لان طبعا الدقيق هيخليه ما يتحركش لانه ناعم خالص. اهو ادي الخليط بتاعنا، وهنجيب يا اما طبق كده يا اما بايركس كده، وناخد الخليط ده كله نفضيه جواه وندخله الفرن، هيستوي بنسبه 75%. بعد كده هضيف عليه الفراوله طبقه ونعمل السبايون مع بعض واحنا واقفين دلوقتي. يبقى انا خدت كده الخليط اهو اهو، هنفرده كده عشان يستوي معانا. ندخله الفرن يا احمد على ارضيه الفرن ونسيبه لما يستوي زي ما قلنا 90% او 75%، يعني يبقى دخل في السوى خالص. هنضيف عليه الفراوله، شيله يا احمد من فضلك، دخله في الفرن على الارضيه. تعالوا بقى نعمل السبايون مع بعض. هنحط سكر، وبعدين نحط عليه صفار البيض، وبعدين بشر البرتقال، ونخفقه مع بعض بمضرب سريعا ندوبه. وبعد كده واحنا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. اهو شايفين على حمام ميه بيغلي، حمام مائي بيغلي اهو. نفضل نخفق فيه كده لغايه ما هتبصوا تلاقوا كله تجانس مع بعضه وعمل معايا فوليوم اهو. على بال ما نعمل الحركه دي او نخلص نعمل عمليه الفوليوم هنستاذنكم في فاصل سريع. بعد ما يعمل معايا الفوليوم هضيف له عصير البرتقال شويه بشويه. بعد كده هناخده عشان نعمل بيه كفر فوق الفراوله بتاعتنا. خليكم معانا على تلفزيون الممتع تلفزيون الحياه، مش هعمل اي حاجه غير اما نرجع بعد الفاصل، ابقوا معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ده زي ما قلنا الخليط بتاعنا، بنحط كده عليه الفراوله ونلف داير ما يدور بشرايح الفراوله او الطبق زي ما قلنا. اهو عملنا الطبق قدامكم اهو موجود عشان خاطر تشوفوا بنشكل ازاي الفراوله هنا او في الطبق اهو، والكاميرا شغاله معانا هتجيبه لكم حالا اهو شايفينه. بعد ما عملنا الفراوله كده وخليط السبايون اللي احنا خفقناه هوريكم شكله دلوقتي. هات لي من فضلك يا احمد كبشه، وهنجيب الايس كريم. الايس كريم فين يا احمد؟ هاتوا عشان نحط كده بقى ايه هنا بولت ايس كريم فوق الوش او بولتين اهو، معلقه. عايزكم بس تشوفوا الخليط ده لما نحط كده الايس كريم اهو، وحده ايس كريم بوله. وبعدين ناخد صوص السبايون بتاعنا وندخل كده اهو، شايفين؟ واو، هو ده هو ده هو ده. وهندخل ده تحت الشوايه ياخد الجراتان سريعا، وبعد كده نطلعه هوريكم شكله عامل ازاي. هنكمل برده مع بعض البايركس ده لواحد فرد او يعني ممكن زوج وزوجته، ولكن الثاني ده لما تكون الاسره كامله نعمل البايركس الكبير ده. عشان كده هنفضي الفراوله سريعا كده عشان الوقت، عشان نقدر نجاوب على الاسئله. يا استاذ محمد. الو. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك، احنا شاكرين جدا يا باشا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا استاذنا. عايز اعمل كفته يعني. كفته حاتي. حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ بس حاضر هقول لك على كفته الحاتي. حاضر، ولكن بعد ما نخلص ده كده ونغطيه زي ما قلنا بالصوص بتاعنا اللي احنا عملناه، اللي كان مقاديره 2 صفار بيضه، نص كوبايه سكر، وبشر برتقانيه، ونص كوبايه من العصير البرتقال، وخفقناه على حمام ميه زي ما انتم شفتوا، وبالهنا والشفا اهو. ياخد يا احمد من فضلك، دخل الفرن برده تحت الشوايه وشوف لي كده السبايون الثاني. تعالوا نجاوب على الاسئله بسرعه سريعا. السؤال اللي كان جالنا من مدام جمال وزعلانه مننا، شاورمه المشروم كانت عباره عن ربع كيلو من المشروم وبصلايه متقطعه شرايح وكمان ثلاث ثمرات فلفل الوان وفصين ثوم مفرومين ومعلقه خل ومعلقتين عصير ليمون وشويه من معلقه من المستارده وشويه ملح وشويه فلفل. شوحنا كله في الزيت وصفيناه من الميه، وبعدين حشيت بيه العيش بتاعي او عيش الشاورما او الخبز الصاج اهو. عايزين نشوف بقى الصوص وهو بيسيح كده مع الايس كريم، وهتشوفوا دلوقتي منظر رائع ان شاء الله يعجبكم زي ما انتم شايفين قدامكم.
وطبعا وهنا الطاجن الثاني. تعالوا مع بعض نجاوب على فطاير الجبنه اللي احنا عملناها، كانت عباره عن كوبايه من الجبنه المبشوره، كوبايه من الجبنه المبشوره، وكمان ثلاث ارباع كوبايه زبده، وكوبايتين دقيق، وشويه معلقه ميه او معلقتين ميه لغايه ما العجينه لمت، وفردتها وحطيت فيها كوبايتين من الجبنه وقطعتها يا اما اصابع يا اما عملتها رول ودخلتها الفرن استوت. وبالهنا والشفا يا وصال. الو، اهلا بيكي. اهلا عمي، اتفضلي يا حبيبي. والله شفتي، انا احبك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه حبيبتك طيب يا عزيز. على فكره انا بس الصوت بعيد قوي يا وصال، يا ريت. الو يا وصال، انا اسف وانا ما كنتش سامعك والله، بس حاول اتصلي بينا تاني. بشكرك على اتصالك. هنقول على بلح الشام. بلح الشام نص لتر ميه، نص لتر ميه بحطه على النار، واحط معاه 200 ملي من الزيت، ونحط عليه شويه ملح وشويه من الفلفل والسكر. طلع يا احمد الجلاتين بسرعه، هات الطبق اهو، حط هنا. شكرا شكرا. هات التاني برضو. وادي جراتان الفراوله، الايس كريم ساح اهو، وشايفين السبايون عمل جراتان، هاتوا مش مشكله. هكمل تاني مع بعض. بلح الشام نص لتر من الميه، عليه 200 ملي من الزيت، وشويه ملح وشويه سكر، بيغلي مع بعضه. بحط عليه 400 جرام من الدقيق، 400 جرام من الدقيق، وشويه فانيليا صغيرين. وبعد كده باخده لما يبرد خالص احطه في المكنه، واحط معاه ست بيضات، بيضه بيضه، ونخفقهم مع بعض. ونجيب الكيس بتاعنا، نحط زيت بارد، ونقطع بالكيس بلح الشام وننزله في الزيت البارد لغايه ما يستوي. ليه كده يا مجدي؟ طب احنا عندنا سؤالين بس، سامحونا، والكفته كمان هنجاوبكم عليهم بكره لان وقتنا انتهى. وبس الحمد لله ان احنا طلعنا كل حاجتنا قدامكم اهو، وبنهني كل حبايبنا في كل مكان، حبايبنا المسيحيين طبعا بالعيد بتاعهم، كل سنه هم طيبين. وكمان بنهني كل المصريين في كل مكان في العالم باعياد الربيع، اعياد شم النسيم. ان شاء الله نعمل لكم حاجات تعجبكم. خليكم معانا دايما على تلفزيوننا الممتع، تلفزيون الحياه. زي ما بقول لكم كل يوم، يا ريت يا ريت نتمنى ان احنا نحب بعض. السلام عليكم.